في هذه السلسلة حتشوف معاي بكل حلقة يوتيوبر شكل، وفي الحلقات هذه حنعمل مع بعض تحديات، حتكون تحديات مختلفة، واللي حيفوز في آخر التحديات حيكسب معانا جائزة ويعطيها للمتابعين تبعينه. فنبدأ منك يا معلم، تستمتع في المقطع وخلونا المعلمين نبتدي في الحلقة. ايش بدك يا زلمة؟ ايش بدك جاي تجري وراي قاعد؟ ايش بدك يا زلمة؟ والله بدي افتح لك فاكهة بحظي. تفتح لي؟ افتح لي بحظك وانا افتح بحظي. ايوه ترى سموك، ايوه الكيلو. اقسم بالله هي سموك، انا عامل مع عقد معلم، لعنة الفراعنة معلم، صار تجيني كثير يا زلمة، قرفتني حياتي اقسم بالله. انت سموك؟ اوكي ماست ويت 41 دقيقة. لا انا هيك خايفك، خذ يا اخوي. لا عم بمزح، طلعت لي فاكهة. ايش؟ ما راح تصدق معلم. ليش في؟ طب ارمي شو؟ ها هيني بعيد، ارمي شو؟ عارف. طلعت يا زلمة 41 دقيقة. خذ فاكهتك، خذها، تهنى بالكيلو. هاي لو بتنشط خذي. طيب معلم شوف، اليوم في تحديات. وينك؟ تعال تعال. حلو. في تحديات. ايش يا زلمه؟ ابعد عني يا زلمه، ملزق فيه ليش؟ كنت حبوسني ولا ايش؟ تعال. طيب اسمع يا معلم، في عندنا اليوم ثلاث تحديات، مش حنقول عنهم كلهم، حنبداهم واحد. نبدا على السريع. شوف اول تحدي عندنا. طب اسمع بس دقيقه، الموضوع انا حاسه سري. تعال برا. سري؟ يعني حاسس الموضوع سري عشان ما حد يسمع. الحيطان الى ودان. تعال اوديك مكان سري. تعال برا. طب ماشي استنى بس، انا حاسك تقتلني عشان ايه؟ لا يا اخي ليش الباونتي؟ انا الباونتي ضايع اصلا. هاي نجي. ايوه طيب ماشي. اليوم وينك؟ هاي معلم. معلم بسرعة يا عم. ايش تلزق دقيقة؟ هو في مغناطيس ليش؟ عندنا تحدي زي ما قلت لك. اول تحدي نروح تحت المي عشان ما حدا يسمعنا. لا خلينا هاني زلمة، مين يسمعنا هذا اصلا؟ انت طيب. اول تحدي يا بادي، بدنا نروح كل يعني شوف، حتقول لي قديش معك فلوس وانا حقول لك قديش معي فلوس بالضبط. حلو. 321 و856. ماشي الحين بقول لك انا معي قديش، وبعدين حنعمل توقيت على الجوال عشان يرن، عشان الشباب يسمعوا الجوال لما يرن. 10 دقائق معك تجمع فلوس، واللي حيجمع اكثر حياخذ ايش؟ نقطه. ماشي حلو. بطريقه اللي انا بدي اياها. وطبعا طبعا بطريقه انت حر. وطبعا في اخر الحلقه اللي حيفوز في جائزه حيعطيها للمتابعين تبعينه. تمام. حلو كتير. نقول الجائزه شيء؟ لا اخر المقطع. طب ماشي يلا ماشي. والجائزه ما بتجي الا بعد لايكات معينه. طيب تمام، ممتاز. يلا رجعنا ممكن؟ لا بدنا نطلع فوق. لازم؟ يلا طلعني. ايوه يسعد لي قلبك يا زلمه، بس ليش طلعتني يا زلمه؟ ما سحبتك معاي. طيب اسمع، حتروح سيرفر وانا سيرفر، تمام؟ لا شوف لازم كل واحد سيرفر، نفس السيرفر. طب خلاص نفس السيرفر، ماشي نفس السيرفر ماشي، بس المهم ما حدش يخرب على الثاني. اوكي شوف، انا معاي 40,549,000. 40 مليون ماشي، 49,000، 549,000. بس عمل تحالف عشان ما حدا يضل. حاضر ماشي. 40 مليون و 549,000. اوف شكلنا زفت. طيب ماشي. انا ليش اشتري كان معي 50 مليون؟ وين راحوا؟ دقيتك هذيك المره تذكر ايش سويت؟ مش مره اخذت مني 20 مليون انت؟ لسه معيش الحين معيش. سلام. معلم جاهز؟ ضيعت الطريق بس. جاهز. طيب انا شوف فلوسي صارت 530. يلا انا بلشت. يلا وانا بلشت نعمل لك سحر. شرب تمشي السفينه. ايوه احسن شيء. 10 دقائق هاي فلوسنا. ايوه والاحلى من كذا. طيب يا شباب، انا بعرف انه هذا اللي انا بعمل فيه قاعد مخاطره. مش عارف صراحه، حيرسبن وحش البحر مش حيرسبن، والوقت شغال هياته، ضايل 9 دقائق لسه. فبدي اشوف لو وقع لي وحش بحر واحد بس بفوز انا وحظي عاد. يجي وحش البحر ما يجيش عاد الله اعلم، ما تجيش سفن، بس المهم ما يجيش سفن. طيب يلا صناديد، يلا. اوكي صناديد، عندنا 10 دقائق. دقيقة راح اخسر. لا افضل شيء هذول ما لهم مهمة، بيعطوا فلوس. اخذ سندي يا زلمة. حلو فلوسهم هذول حلوين. 2000 احسن من هذوليك المعفنين. حلو والله صناديد، ان شاء الله وضعنا افضل نحن. على مدركس لن تفوز. بادي مش عارف، بتهيلي راح السفع السفن على السفينة هناك قاعد بقاتل، لا اعلم. يلا يا وحش بحر، شو وقت؟
طيب شباب هيك ضايل 8 دقايق الله يستر. مش عارف حاسس انه حيرسم لي سفن في الاخر، مش حيرسم وحش بحر. شكله باد الحين يجمع كل فلوس الدنيا، انا بس بدي وحش بحر واحد بس. يلا يا زلمه تزهقناش. اذا كل واحد حيعطينا 2000 بس والله ما صعب 20000. اذا بدي اذبح 10 ب 20000 لبكره بدنا شيء. المشكله اذا رحنا عند البيج مام، بيج مام مش مرسبني. اوكي مش مشكله مش مشكله، هذا افضل مكان صنادي، هذا افضل مكان. ولا احلى من هيك ولا احلى. اوكي اوكي الوضع 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 لوز الوضع لوز الوضع لوز الوضع لوز 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 لوز. ايه يا مدير. طيب يا شباب ضايل 6 دقايق وانا لسه ما عملتش حاجه. انزل يا معلم عن السفينه واركب، يمكن رسبن. هوي يلا هبيله رسبن. رسبنش؟ طيب انزل شغل تسلب، اركب انزل اطفي التسلب. اي حاجه بسرعه، ده 5 دقائق ناس. يلا يا زلمه. بس ليكون دراكس عنده طريقه يشقنا شق فيها. يلا يا مدير. كنا 621000 صرنا 735000 تقريبا، زدنا 100000. كان المفروض اخذ المهمات يا اله الا الله. بس يلا 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 يلا. تعرفوا كان لازم نعمل الجليتش اللي هذا بيعطينا فلوس كتير، الجليتش ما بدنا نصرف بونز، انا بدي اياها ودي اطور اصلا. سير الجيتار. مش راضي يجي يا عمي. والله تقول وحش البحر عارف يا شباب بده فادي يفوز. يا زلمه اطلع يا زلمه، ضل 4 دقائق ناس. يا اخي ابت علينا واسود يا شباب، والله فضيحه هذه. حرجع لبادي اقول له ما جمعتش شيء. والله مصيبه. انت عارفين ايش اقدر اغير السفينه واشوف. طب السؤال الذي يطرح نفسه، انا لو رحت هناك بس حضيع وقت، هاي المشكله. قربنا على ال 200000 كنا و 621 اوكي تقريبا جبنا 200000. لا 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 وضعنا لوز وضعنا لوز وضعنا لوز وضعنا لوز صناديد وضعنا لوز. ضايل دقيقتين اكثر، لا لا ضايل اكثر من دقيقه، ضايل شيء 3 دقائق 4 دقائق. تعرف والله لو كنا اخذين مهمات كان احسن، غير ناخذ مهمه مهمه. طيب غيرنا السفينه شباب، يلا مش مشكله الالف هذا مش مهم. يلا يا وحش يا وحش بحر يا ابو دم خفيف، ايش وقت يا زلمه. طيب ايوه طلعت معلمين. خذ المهم ديمونيك سولز، كان من زمان من زمان بادي. لا يا مدير والله بيعطونا نفس الفلوس بس معهم مهمة يا زلمة، غير الوضع ضيعنا وقت. نفس الفلوس بيعطونا اياهم، يا الله تضيع الوقت. بادي بالسلامة يا بادي عليك، خلاص حصل يا معلمك. هاي يا سلام. يلا يا معلمين حاولوني لو سمحتوا. اوكي اوكي في امل، بدنا نوصل 22000 صناديق، نكون زدنا بحدود 400000، ضيعنا 50000 ونصير تقريبا 400000 جمعنا. شرفك بشرفك، بسرعه 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 قبل ما يجي دراكس، قبل ما يجي دراكس. ضلنا بس 20، هاي المهمه نكون جمعنا 400000. يلا يا زلمه خذوا خذوا معلم خذوا معلم. ايوه 300000 يا سلام. بس خلينا شباب نجمع هاي كمان 300000. هاي جبت 600000 وشويه بس. خلاص وقف يا ابو دم خفيف انت، خلاص. ها معلم ها معلم وينك؟ انت اللي وينك؟ خلاص وقفت والله، انا وقفت الامانه خلاص، انا وقفت، انا محسوب لي. انا شوف الحين بقول لك بساجي. طيب قد ايش زدت انت؟ قد ايش زدت انا؟ كنت شوف كنت 21 مليون و621 الف، هلا صرت 22 مليون و116 الف، يعني قول 500000. 500000 بالضبط. 500000. طيب تعرف انا قد ايش زدت؟ قد ايه؟ انا كنت 40 مليون و530 صح؟ الحين صرت 41 مليون و698. زدت مليون ونص انت. وحش البحر، لا تقول وحش البحر صح؟ ثلاث وحوش بحر بس فقدت الامل. انا فقدت الامل اصلا، قلت رسبن لي لما ضل دقيقتين. قلت اكلنا زفت، رسبنوا ثلاثه ورحت غيرت السفينه ورسبنوا يا معلم، وانا فزت في التحدي الاول. لا اله الا الله، وصل لي ساعه قاعد فرمت اصبعتي يا زلمه. طيب خلص ماشي يا فادي، خلص انت هيك، انا واحد وانت صفر. حلو ولا احلى مني ولا احلى منه. طيب ماشي، ضايل الحين عندنا تحديين، اذا انا فزت في واحد بكون انا الفايز، بس حنعمل التحدي برضو الثالث هيك هيك. ماشي يلا ماشي. شوف التحدي الثاني حندخل بشخصيات النوب بتاعتنا. حلو، اللي هو العصايه تبعك انت. شخصيه العصايه ولا شخصيه النوب تبعتي، بندخل فيها اكثر عضلات ونروح على العالم الثاني ونشوف مين اكثر واحد حيكتب بوسات برضه. قديش 10 برضه؟ قديش معنا 10 دقائق؟ نفس القصه باستخدام الفواكه. نسيت صح، كويس انك ذكرتني بالسيوف بالسيف. ليه؟ كويس انك ذكرتني، اصلا انا بديها بالسيف كنت، لان انت معك بوذا، انا عارف ان انت معك بوذا. عشان هيك. ليه مين اعطاني البوذا؟ الشخصيه هات تبعتي ما خانت الشخصيه الثانيه. مش عارف كيف بس ماشي. شوف يا معلم، شوف. تقتل بالسيف، تقتل بالسيف. حلو. تستخدمش لا ماجما ولا سلوب ولا جن ولا حاجة، بس بالسيف. خلص المهارات عندك، كليكات بالسيف. ماشي جاهز؟ ها انت جاهز؟ اوعى تكون دمجت. انا جاهز. التصوير حيشوفوه.
شو التصوير حيشوفوه وقت تكون دمجت. انا بديت وبديت وقت بديت يلا يلا دوس 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 يلا. لحظه يا معلم، لو نزلت تحت على الوصف هتلاقي في رابط ماب. الماب هذا عملناه انا وبادي، يعني هذا اول ماب نعمله انا وبادي في لعبه روبلوكس. فانزل يا معلم شيك على الماب ان شاء الله يعجبك، واكتب لي في التعليقات اذا عجبك الماب او ما عجبكش، وخلونا معلمين نرجع للتحدي. خلينا شباب نشوف. شباب انا سيف سابر، المشكله سيف سابر فيش فيه مهارات اصلا. استنى يا ابو دم خفيف انت، فمش عارف كم بص حنقتل اليوم. يا اخي بتقدر تسحب مني يا زلمه تهبل. فحنشوف يا شباب مين حيفوز في هذا. الحسن وبادي حيفوز، لانه بادي ليفل اعلى اصلا. بادي ليفل اعلى من ليفلي، والقصه صعبناها احيانا. بحس بحالي ملفل السيف، المشكله ضيله ليفلين بس. ليفلين انا هذه اوعى تقولون اني عم بغش. حموت حموت. والله بغشينا كثير زنادين يعني شوي بس. لا لا الا يا اله الا الله، شكلنا حنضلنا عند بوس واحد. يعني عارفان لانه معي بوذا، ما بده يعني نستخدم فواكه عشان ما نربح بالتحدي. والله شكلي لا، اذا قتلني هذا شباب حيضيع الوقت بس، وانا رجع له بس اضرب يا حبيبي. والله شباب غير اقعد 100 سنه وانا جاي له، حيكون مهيل. اوكي 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 اوه يلا. اول واحد خلونا نروح على فيجيتور على طول. فيجيتور اسهل يا زلمه. بلامي اذا رحنا له صناديد راح يودينا عند الكافيتيريا، حنضيع وقت العشر دقائق. لا 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 فيجيتور اذا موتنا هون على السريع. بعد فيجيتور سموكر اسهل اشي. جاب لي انرجي خلص وانا لسه مش واصل عند المعلم. ايش دمك فل صح يا ابو دم خفيف؟ يا الله يا شباب والله غير مش حيزبط هيك. على الموت. هاي واحده، هاي الثانيه، هاي الثالثه. اشرد ايوه، خذ هذه ضعيف. مشكلة شباب الحين بقدرش اقتل الا هذا الا شو اسمه. قتلنا واحد كويس، فتحنا مهارة كمان. ممتاز شباب، ممتاز 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 ممتاز. رسيت تعال شوف هذا رصبا ولا لا، مش عارف ان شاء الله يكون رصبا. قديش ضايل هو عندي؟ 6 دقايق. مش وقت، مشكلة اقتل هذا لو اقتل مين بعديها؟ سموكر؟ لا والله ما عارف. ممكن تدمج حبيبي. ولي هذا بضربة حيقضيها دمجات ولا احلى من كذا. هذا هذا راح يقضي لنا يا حنقضيه. خلص التحدي على. ايوه حلو كتير. لا 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 يا حبيبنا، صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي. اوكي دمجنا حلو دمجنا حلو. موت موت تكفى. ايوه مات 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 تهتل. والله لا اسموكر 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 بعد ضعيف. والله هذا اسهل شكله يا شباب. لا لا مش اسهل مش اسهل مش اسهل مش اسهل. انا اسف اني قلت عنك اسهل يا زلمه، انت اصعب واحد في الدنيا يا راجل. كيف انت اسهل واحد يا زلمه؟ معلش انا قللت منك يعني. لا يجي واحد بس ساعدني يا عمي، انا خايف يكون بدل حظه نار وجه حتساعده. موت ممتاز شباب، الثاني قتلنا على السريع. يلا سريع 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 سريع. نروح شبع هذا اللي هان الهبيل، بس هذا الجرافيتي حيقرفني عيشتي الحين. مش قدامي غيره اصلا. سموكر تكفى تكفى، كون موجود سموكر لانه اذا ايوه سموكر موجود ولا اعلم. مو مشكلة مو مشكلة، اذبحنا سموكر. بس شوفوا شوفوا هيلته راح ربعه. اوكي ذبحنا، روحنا له ربع رواحه. بعدين رح نعمل اوه ضايله ضرب. بعدين رح نعمل ترسبورت الكافيتيريا عند بلمي. يا حبيبي شباب هذا مش موجود يا عمي، والله هيك غلط. تعال نجيب سفينه ونرجع. والله يا شباب مشكلة، فيش وقت، ضايل 3 دقائق بس. يلا يلا يا زلم فيش وقت يا راجل. امشي امشي. ضايل شباب 3 دقائق، لسه 3 دقائق، اقل من 3 دقائق، دقيقتين يا حبيبي. مش عارف حنلحق نقتل السموكر ولا ما ظنيت. ايوه موت، اعطينا هنا كافيتيريا. حلو حلو حلو، لازم نذبح بلمي اذا موجود. ان شاء الله يكون موجود، ان شاء الله يكون موجود بلمي. اذا مش موجود بلمي ضيعنا وقتنا ضيعنا وقتنا صنيدي. نروح عند اوكايجي بعدها. اوكايجي والله صعب، اوكايجي صعب. الله لا يوفقك يا بلمي، الله لا يوفقك، الله لا يوفقك. طلع مش موجود. اوكي مين في بوسات يا زلمه؟ مش عارف بلمي مش موجود. كل بوسات معدودين. نروح كايدو. كايدو صعب. اوكايجي 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 صناديد اوكايجي. السفينه شباب قررت تكون ابطا سفينه في العالم. يا عم اسرع شوي. هذا اذا موجود اصلا سموكر، مش عارف موجود مش اذا مش موجود عاد هانا بكون الضياع الرسمي يعني. سموكر انت هان؟ مش هان، شكله مش هان. لا يا عمي يا عمي لا يا طب ايش دكتور الحين انا؟ ايوه كويس. نروح شوف على هذا الثاني الهبيل الثاني اللي فوق يمكن نلاقيه. اثنين ضايلنا بوسين بس، اوكايجي وكايدو. صعب صعب اوكايجي صعب. هو اذا ذبح بلمي، المشكله اذا بلمي عنده كان مرسب وسموكر هيك هو اكثر مني ببوس. هلا لازم نذبح هذا عشان نضمن.
والله تخصصت العشر دقائق اصلا. بقول لي انك مرسبن. تكفى تكفى نخيتك. لا لانه بياخذ وقت قليل هو لما يرسبن، بس مش حلحق مش حلحق مش حلحق، ضايل اقل من دقيقه، اقل من دقيقتين يعني. يا عمي لسه شاب ما وصلناش. يا الله خلص الوقت واحنا لسه. طب هو الهبيل هنا اصلا موجود، خلينا نشوف بادي. يا زلمه مقصه يا راجل معلم، ما في شيء مرسبن عندي. ايش صار؟ طب اسمع اسمع اسمع، خلينا ندخل العالم الثالث ونشوف. يلا لا خلاص انا خلصت كم خلاص خلص التحدي. كم بوس اقول؟ اقول عن الحين انا اثنين قتلت بس. انا ثلاث. عن جد قتلت ثلاثة؟ جبت حد ساعدك؟ لا والله ما حدا ساعدني. قتلت الدايموند، اه قتلت فيجيتورا وقتلت سموكر، والباقيين مش مرسبين. من المشكله رحت عند فيجيتورا مش مرسبن وعند سموكر مش مرسبن، شفت الحظ. يلا مش قاعد عم بدي كل المقطع بقول يا رب ما يكون مرسبن له حدا. الله. طب يلا يلا يا معلم. لا خلاص فزت انا. طب ماشي يلا عالم ثالث يلا. خلينا نشوفه. بتعمل جلتش ثاني. ماشي موتشي. هي موتشي يا زلمه شواك يا زلمه، هي هي لما يكون عندك مساك هيك بتحس يا زلمه. هيك انت فزت معلم بتحدي وانا فزت بتحدي صح؟ صح. فالحين ضل لنا التحدي الاخير، هو اللي بيحدد مين الفايز فينا. شوف التحدي ايش بقول. التحدي بقول يا معلم ان حنعمل حاجه الحظ الحين بيني وبينك، رح تختار حاجه الحظ، هو اللي حيروح ايش يعمل المهمه هذه. المهم ايش هي المهم؟ انك تقتل بوس. حلو. انت يعني مثلا انت حتروح تقتل البوس وانا ايه حامنعك تقتل البوس، فهمت علي؟ يعني ايش حخرب عليك، واذا قدرت اقتلك خلاص تخسر انت كويس. واذا انت قتلت البوس انت اللي بتفوز. ايه. يعني لو قتلتني على الفاضي، لو قتلتني بقدر ارجع لك تاني كويس. حلو. شوف انا عجلت حظ قدامي، انت طبعا مأمن لي طبعا صح. اه طيب حطينا بادي، حطينا بادي ودراكس. طيب خلينا نقول بسم الله ونشوف اللي حيختاره هو اللي حيقتل البوس. حلو. لا يا زلمة لا يا زلمة انت هبيلة. ايه حطني انا يا زلمة. يا عمي يا زلمة بديش انا بديش انا. طيب ماشي ماشي هنحط شوية بادي الفواكه الحين. والله حطيت لك يا معلم فهد، او حطيت الي حتى مش الك، فهد وماجما وسول وموتشي. نشوف شي يطلع لي، يا رب يطلع لي ماجما يا رب. نقول بسم الله. يلا يا ماجما. مش هيطلع لي اصلا، انا اللي بدي اياه دائما بجيش. فهد ماشي ماشي كويس اسطورية. حلو. طيب خلينا معلم نرجع للعبة. ايش؟ حظك اسطوري. شوف اللي حيصير. تعال ورايك. تعال معي بس. هتوقف معلم هنا عند تبع السفن، رسم سفينتك، تحسب نص دقيقة. هاي اساسا خلينا نحط سفينتي بس ثواني. انت هيك قاعد في سفينتك بتعدي نص دقيقة وتجي لي. كويس نص دقيقة؟ كويس صح؟ يكون خلصت انت يا زلمة. من الحين احسب، من الحين احسب. قول لي حسبت حنطلق انا. يكون التايمر روح يا معلم. يلا يا معلم. يلا واحد. يلا خلينا نشوف. طيب ايش بتعد؟ قاعد قاعد بعدل لك معلم يا زلمة. النص دقيقة خلصت. نص دقيقة في الطريق ولا في الطريق؟ خلصت 18 ثانية يا خيبت علينا. لا هيك قليل، ضايل 8 ثواني. لا 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 مش معقول. عطيك عطيك 10 ثواني من عندي. لسه ما وصلتش اصلا، ليش بطيئات السفن اليوم؟ يلا يلا ايش يا زلمة؟ 4 3 2 واحد. يا عمي روح يا ابني. اجا والله شكله انا مش حاط مشيح كمان. ايه طلعت لي سفن بوجي. طيب. طبعا بضرب بادي بالاسلوب وكل حاجه انا، بس على الفاكهه ولا يلا يلا ايش يلا. انا مش متحول كمان يا عمي. دقيقه يلا قبل ما يجي يا زلمة يا ستون. جاك الإعصار جاك الإعصار. أصلا عنده مات عنده مات. أجب هذه وينك يا زلمة؟ أشرب. لا أضرب لك عينك. مسك. طيب لا يا زلمة يا زلمة موت 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 موت. أنا مشكلة المشكلة مش شايفك. تعال تعال. لا بضرب بضرب الصالة يا جاي. شكل حفوز شكل حفوز. لا لا شكل مش حفوز شكل مش حفوز. استنى يا زلمة. لا 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 ستون ستون. أنا بضرب ستون ولا فيك؟ يلا ستون. لا 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 ستون ستون. بضرب فيه فادي قاعد.
لا ضرب ستون ضرب ستون. أيوة 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 يلا يستر موت موت يا زلمة. والله هتخسر يا بادي هتخسر. ضعيف زلمة عطاني عطاني الدروب. أديش ضايل لك هيلت. شو اللي ضعيف النص هيلت ترى. لا بدي بوس ثاني يا زلمة. هذا البوس ضعيف جدا يا زلمة. مالناش دخل. كويس كويس مالناش دخل. لا الفهد الفهد جدك اسطوري الفهد. والله كان نفسي انا الماجما هي اللي بعرف العب فيها. الماجما خلصت قبل ما اوصل. انا ليش اعطيتك 10 مش عارف المفروض اعطتنيش اصلا. انا وصلت انت وصلت وراي على طول. بس يلا مش مشكله يا معلم حظنا اوفر. ضربت لك يا 3 مرات. طب اسمع 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 انت حاسس حالك مظلوم يعني؟ لا لا ما بنزل وانا بتحديات صديقي. طب استنى بس اقوى يا زلمه منه. طب اسمع اسمع شوف انا عندي سيفين ميهوك. انا حامل على واحد جيف اوي عندي في السيرفر. حلو. وواحد جيف اوي عندك في السيرفر كويس. كفو ايه هي الواحد إيه. طيب طيب يا معلمي طيب شوف يا معلمين حتلاقوا شباب سيرفر الديسكورد في الوصف وسيرفر بادي الديسكورد في الوصف. نعم عصايه فيها تشارك. عصايه فيها تشارك طبعا هي اساسي زلمه العصايه هذه ولا احلى من هيك. فيا معلمين زي ما قلنا لكم حتلاقوا شباب في الوصف في الديسكورد اذا بده يعمل جيف اوي. مش عارف يعمل جيف اوي ولا لا بس انا حعمل جيف اوي في الديسكورد واللي حيكسب ان شاء الله حيكون مبروك عليه. بس كم بعد كم لايك؟ قديش قول انت بعد اللايك رقم 5000 ببلش السحب. بعد 5000 خلص زي ما قال لكم شباب بده المقطع المقطع هذا يكون عليه 5000 لايك وبعديه حيبدا السحب في الديسكورد. فانت يا معلم انزل اشترك في الديسكورد تبعي الاساسي والبقيات برضو واشترك في ديسكورد بادي عشان ان شاء الله نبدا السحب هناك وان شاء الله تكون من الفايزين. حلو معلم بادي. لو اجت 5000 خلال بنفس اليوم بدك تعمل على طول مقطع سحب على طول على طول بعد على طول. آه. الف مبروك معلم. الله يبارك فيك يا معلم الله يبارك. بس انا فزت بجداره يعني ما صح. طيب ماشي ماشي حبيبي بادي يسعدك شرفتني يا بادي. الله يخليك الله يسعدك. طيب معلمين عجبتكم شباب الحلقة تنساش من دعمكم باللايك والاشتراك معنا في القناة وحتلاقوا برضو شباب رابط قناة بادي تحت في الوصف يعني كأنكم مش عارفين انتو يعني على اساس. فيا معلمين تنساش من دعمكم يا معلمين ومن هنا طاح القدم ان شاء الله براكم على خير والسلام. يا زلمة مستعد يا زلمة للضرب.